جيو يتباع ب 30 دينار. العربي كملناه، العربي كملناه، هذا الوز 35، الدندون 70000، هكا هو هذا الشيء. منين انت؟ انا من مروكي. من اللهجه عرفت تخدم لهنا؟ اي نخدم معاه، هذا مشارك معاه هنايا، نبيع ونشري حنا وياه. يعني تخدم ما بين المغرب وتونس هكا؟ اي اي بحال هكا، بلادي الثانيه هذه. معناها دجاج مغربي؟ لا لا تونسي. تونسي. ايه كاين كاين ديال 25 دينار 20 دينار، هادو 30 دينار، هادو الكل 30 دينار الجيو هذا. شنو هي ماكلتهم؟ شنو هي ماكلتهم؟ العلفة القطانية، هادشي تيعدو القطانية والعلفة ديالهم. تربيو فيهم معناها؟ لا لا نبيعو ونشرو حنا، ما نربوش. معناها كي تجيو للسوق تبيعوهم؟ اي نمشو للسواق نبداو نشرو، نمشو للنفيضة، نمشو لمنزل بوزلفة. بوركو تحركوا معناها؟ ايه نتحركوا، ايه كل شيء في تونس. وفي المغرب تبيعوا؟ ايه يبيعوا بحال هكا نيت، كيف كيف بحال بحال المغرب بحال تونس، كيف كيف. هذوما فلوس براهم. دجاج زينة 14 دينار. دجاج زينة فيه كولرات الكل، الانواع الكل. الدجاج يتشال مليح من بعد. تسميهم الطيور الزينة هذوما. هذوما عمرهم 35 يوم. 35 يوم. اي مزيان يخشان مليح يعني ما شاء الله. ماشي منهم كبار؟ كبار تو لا، كبار لا، كبار لا. فما كان صغار. ياخذوه يربيوهم كبار ويجيبوهم يبيعوهم، كوبل حتى 150 دينار نتاعهم. فيهم برش. فلوس معناها؟ فيهم بالطبيعة. فيهم بالنسبة للطيور الزينة فيهم فلوس. حتى الدجاج العربي، الدجاج العربي تويكا ب 30000 و35000. هذوما طيور زينة معناها؟ طيور زينة، طيور زينة هذوما. الوز. صرح الوز يا محمد. 35 دينار. نبيعوا عظم زادة نتاع؟ نبيعوا عظم بط، نبيعوا الحارة نتاعو هذاك 7000 8000، أما توا عندنا كل العظم العربي. عرب الفيل. عرب الفيل؟ عرب الفيل عظم العربي. حاجة باهية. على دندون زادة. 75 80 دينار. بس هو مناسب. ديكم برشا تخدموا لهنا انتم؟ اي عندنا سنين ربي نصب، هذه الخدمه. هذه نفس البلاصه؟ هذه نفس البلاصه. هيا بيو فيها مصوار صفا؟ الحمد لله. مع غلاء كل شيء، المازوت زاد والمكس زاد كل شيء، لكن الحمد لله. مع الغلاء تطلع رابح الحمد لله. الحمد لله الحمد لله. هيا بي 2000 فرنك حارة العظم مش غالية على المواطن؟ حارة عظم عربي ب 2000 فرنك ماهيش غالية. خاطر ماهيش غالية. عالفة، العالفة ولات غالية برشا. شكارت البوشونات تاع العظم ب 65 دينار، شكارت القطانية ب 65 دينار وما فماش، معناها ما فماش العلف. المشكلة الكل مربوطة بال معناها المواطن يعيط والفلاح يعيط وكلها. منين نرجعوا هذا؟ من الوضع نتاع البلاد اللي احنا مش يتنازل. ما ينجمش يتنازل، هو الفلاح أكد لك متنازل تويكا، هو تو خاسر. خاطر ما فماش حتى العلفة ما فماش مش عالف به. شكاره ب 65 دينار. قداش باش يبيض له الدجاج وقداش بريود بركه طويكا متوفر العظم. من بعد ما عادش يبيض الدجاج. يجي الصيف واول الشتاء ما عادش يبيض. يبقى الفلاح يصرف وما عندوش منين يدخل. طويكا يجي شويه عظم يبيع والسلام بالعافيه راه. فما الكاليكو، فما الدانيو، فما الجيبي، فما التدليون، فما الكوي. فما اللي هاك المال هنا الصغار اللي هذوما فما الدانيو فما الجيبي. هذوك تاع الناس خويا. لاهي بهم معناها. بالطبيعة يلزمهم لهو. يلزم لهو. قداه بريود تبدلهم ماء؟ بالموتور كل 20 يوم تبدل الرباع تاع الكوريا وما تزيد رباع. مش كل يتبدل خاطر فما دي بكتيري يلزمهم يكونوا في وسط الكوريا. يسحق لهم الحوت. فما عباد تشري حوت لهنا؟ برشا برشا مغرومين برشا. تجارة مربحة؟ كيك شوي شوي ما عادش. علي ما عادش؟ شي غلاء هنا مش البر. هذا يعمل تو السوايع؟ شو فما من 4000 فرنك ل 18000 20 25 انت والحوت. الصغرونات هذوما قداه عجبوني؟ هذوكم 4000 هذاك ما سخون هذاك يلزمهم ريزيستونس. أبار الموتور لازم تسخان. وهذا كل تاع ما برد. وعلاش يعجبهم مسخون؟ هما الكليما اللي يعيشوا فيه البرا دافي. أنت تشري فيهم ولا كيفاه؟ أي من برا يجيبوه. مصر وسريلانكا و
هذا قداه؟ هذا تسمى التدليون، عنده شاشية فوق راسه ب 18 كعبة هذيك. عنده شاشية فوق راسه؟ إي تسمى التدليون. وهذا تسمى تلسكوب، خاطر عيني خارجة كيما تلسكوب. قداه؟ 15 هذيك.